يعني ايه؟ فهمني. يعني ده حديث مدسوس، مفيش شك في كده. ليه بقى؟ لاني مش معقول ان ربنا سبحانه وتعالى خلق ادم على صورته. حضرتك قريت الحديث؟ ايوه. وفهمته؟ ايوه. لا، واضح ان حضرتك ما فهمتوش. اقراه تاني. اذا قاتل احدكما اخاه فليتجنب الوجه، فان الله قد خلق ادم على صورته. شوف بقى يا دكتور، طالما الحديث ده موجود عند مسلم وعند البخاري، معنى كده ان الحديث صحيح. لكن زي ما قلت لحضرتك قبل كده، انت قريته لكن ما فهمتوش. طب فهمني يا اخوي. اقول لحضرتك، شوف يا دكتور مرتضى، الهاء في اللغه العربيه تعود الى اقرب مذكور. يعني ايه؟ يعني الهاء اللي في صورتي رجع لادم مش لربنا سبحانه وتعالى. والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يا دكتور مرتضى بيوضح ضرورة احترام الوجه إكراما لآدم عليه السلام، لأن الله تبارك وتعالى خلق آدم على صورة هذا الوجه، مش خلق آدم على صورته، أي على صورة الله تعالى. فهمت؟ فهمت يا دكتور مرتضى ولا أقول لك تاني؟ ياه، للدرجة دي الألفاظ مهمة يا دكتور مرتضى. انت لو درست علم التوحيد هتعرف ان حرف واحد ممكن يغير المعنى، وعلشان كده لا يجب الخوض في امور الدين الا عن علم، وده اللي كان بيطالب بيه العز بن عبد السلام. مش هو ده اللي باع المماليك في السوق؟ وهو اللي وقف للظلم بالمرصاد، وكان له دور كبير في انتصار المسلمين على التتار او المغول. كان العز بن عبد السلام يعيش في دمشق في زمن الملك الأشرف موسى بن العادل الأيوبي، وكان العز يقوم بالتدريس والإفتاء والقضاء، ولما اشتهر أمره لغزارة علمه كان الناس يتوافدون إليه من كل صوب ويسألونه ويستفتون. لقد ارتضعت وأنا صغير من امرأة كان لها طفلة صغيرة، ثم بعد ذلك رزقت تلك المرأة ببنات أخريات، فهل يحرمن علي أم تحرم علي فقط ما ارتضعت عليها؟ إذا ارتضع الطفل من امرأة 5 رضاعات في الحولين صار ابنا لتلك المرأة، فجميع الأولاد الذين ولدوا قبل الرضاع والذين ولدوا بعده هم إخوة لهذا المرتضع. أفتنا يا شيخنا العز أن رجل مات وعليه زكاة. إذا مات الرجل وعليه زكاة فإنها تجب في ماله وتقدم على الدين والوصية والورثة، فالزكاة دين قائم لله تبارك وتعالى. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أمي ماتت وعليها صيام شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال: لو كان على أمك دين أكنت تقضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. أنت يا مفتي الشام، يا من تتكلم ولا تعمل. ما هذا؟ ما الذي يحدث؟ اقتحموا داري، داسوا أطفالي بالأقدام، وأنت تجلس هنا لتشرح للناس الحلال والحرام. تأدب يا رجل،
ولا تكلم شيخنا العز هكذا. نعم، تأدب واختر ألفاظك. بل دعوه يتكلم. الناس فقراء لا يحتاجون النصح. اذهب لمن استباحوا كل شيء، هؤلاء الذين يملكون القوة والمال. عمن تتحدث؟ ومن هؤلاء الذين اقتحموا دارك؟ جنود الملك الأشرف داسوا أطفالي بالأقدام. يا مفتي الشام، لماذا؟ إسماعيل شقيق الملك يريد شراء داري، وأنا لا أنوي بيعها، فقرر إخراجي منها بالقوة. لهذا الحد وصل الظلم؟ لا لا لا، ظلم في عهد الملك الأشرف موسى ابن الملك العادل شقيق صلاح الدين. إذن فأنت تضمن لي عدم تعرض الرجل لمضايقات الأمير إسماعيل. أضمن لك ذلك. يكفيني عهدك، فالملوك والأمراء إذا عاهدوا لا ينكثون أبدا. معذرة يا إخواني لأني قطعت عليكم مجلسكم، ومعذرة لمولاي الملك الأشرف موسى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. انتظر يا ابن عبد السلام. أيريدني الملك الأشرف؟ لماذا لا تحضر معنا في مجلسنا هذا؟ لست أهلا لهذا المجلس. كيف وأنت مفتي الشام والناس تأتي إليك من كل فرج عميق؟ هم يأتون للسؤال عن دينهم ليفوزوا بنعيم الآخرة. أترانا إذا سألناك ستسأل عن نعيم الدنيا؟ الدين دنيا وآخرة، ما الدنيا إلا دار ارتحال، فتزود منها للآخرة. الآخرة هي الباقية والدنيا من الدنو. إخوانك يأتون إلي في كل ليلة، أستمع منهم ويستمعون إلي. جمال الدين بن الحاجب وخليل بن محمود وجمال الدين الحصيري والشيخ الربيع ويوسف بن بدر الدمشقي. في الحقيقة مجلسنا لا ينقصه إلا وجودك وحضورك يا عز. إن كنت تريد نصيحتي فاصرف هؤلاء عنك ولا تجالسهم. لماذا؟ لأنهم سيزيدون عذابك يوم القيامة. ماذا؟ لن تجد ما تحتج به على الله تعالى، فإنك إن قلت لا أدري ولا أعرف فإنه سبحانه وتعالى سيسألك: ألم يكن العلماء حولك؟ لماذا لم تسألهم؟ نصيحتك مقبولة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مولاي الملك الأشرف، هذا رجل لا يعلم من أمور دينه إلا القليل. انتظر يا ربيع، الأمور لا تؤخذ هكذا. بل أنا عند رأيي فإنه لا يعلم شيئا من أمور دينه. كيف؟ أرأيت كيف تجرى على التقول على الله تعالى؟ أستغفر الله العظيم. يا سادة، نحن لا نستطيع أن نرمي الناس بأشياء كهذه، لابد من التحقق والتأكد. اسكت أنت يا شيخ خليل، الأمر لله من قبل ومن بعد. والأكثر من هذا أنه يرفض مجالسة الملك الأشرف موسى، وحسبه شرفا أن يصافح ابن شقيق صلاح الدين الأيوبي. إني على يقين أنه يجهل أمور العقيدة والتوحيد، ولو عقدت له امتحانا في مسألة كلام الله لأفتى بما يخرجه عن رأي الصحابة والتابعين وجمهور العلماء. لا أدري كيف أشكر لك معروفك. بل لا أدري كيف أشكر لك أنت. تشكر لي؟ على ماذا؟ على إهانتي لك؟ أم على دخولي مجلسك في غضب؟ لقد أصلحني غضبك. نعم يا إخواني، أصلحني غضب الرجل.
كم قلت لكم صلوا صوموا زكوا حجوا خلوا الدنيا وبشراكم يوم العرض الأعظم. كنت أجلس بينكم أتكلم أضع الحجة تلو الأخرى وأربط بين الحرف الساكن والآخر، أبحث عن تشبيه أغوص به في بحر السجع فيسعدني رنين الكلمة، لكني ما قلت لكم إن الكلمات وحدها لا تصنع شيئا. هي تحفز النفس وتشعل الهمة، لكنها لا تستأصل الشر ولا تزيح الظلم. فبماذا تجدي الكلمات؟ هل رقت قلوب جنود الأشرف لكلماتك وتوسلات أطفالك ونسائك؟ بماذا تجدي الكلمات؟ أذان الظالم لا تتأمل وهي تسمع، ولا تنحدر منها الكلمات إلى القلب، فلمن أتوجه بالحديث؟ إليكم أم إلى من أمرضه الظلم فبات أصم الأذان؟ ماذا حدث للشيخ؟ هله ما حدث لي ولأولادي، فكلماتي كانت كالجمر ألهبت قلبه الهادئ. فليأمرني الملك الأشرف بالذهاب إلى الزاوية الغزالية لسؤاله. لقد استمعت إليه يا سيدي، ولم أجد فيما يقوله أي مخالفة للدين أو الشرع. بل كل ما يقوله مخالف يا شيخ خليل. إذا كنتما على يقين من جهله فاذهب واسأله. نحن له إسماعيل. إذن أنا في انتظاركم غدا بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دائما أنت هكذا تثير الناس ضدنا؟ ماذا حدث؟ أولا تدري؟ أخبرني يا موسى، ماذا حدث؟ أأمرت الجنود باقتحام بيت رجل من عامة الشعب يكنى بأبي رشيد؟ أهذا ما يثير الناس ضدنا؟ أريد أن أعرف سبباً لفعلتك هذه. ما الذي يعجبك في بيت رجل من عامة الشعب؟ أما ليلة القصور الواسعة والبنايات الشاهقة التي تملكها؟ بيته يحجب النهر عني، ثم إنني عرضت عليه المال. ولكن الرجل أبى. كان عليه أن يرضخ. لقد جعل بيني وبينك العز بن عبد السلام. العز؟ أولا تعرفه؟ ومن في بقاع الأرض لا يعرف العز؟ إذن فأنت تعلم أن العز بن عبد السلام يملك أفئدة الناس بكلماته، ولو شاء لحركهم ضدنا. لا تبالغ يا أخي، فالسيف يقطع الألسنة والخوف لا يبلغ الكلمات الحناجر. ومن لا يخافنا؟ إن وجدت من لا يخافك فاعلم أنك لست أهلا لهذا الكرسي. إسماعيل، لقد عاهدت العز بن عبد السلام بعدم التعرض لهذا الرجل، وحذاري حذاري أن تفعل غير ما اتفقت عليه. Thank you.
أبتي، ماذا بك؟ لا شيء. هل انتهيت من نسخ كتاب قواعد الأحكام في مصالح الأنام؟ نعم يا أبتي. والرد على من قال بخلق القرآن؟ انتهيت من نسخه، لكني تعجبت لبعض كلمات أوردتها في كتابك، مثل الماء لا يروي والنار لا تحرق، فماذا تقصد بقولك هذا؟ أقصد أن النار لا تحرق بذاتها يا ولدي، وإن كانت سببا في ذلك. كيف؟ أنسيت مسبب الأسباب؟ نعم يا عبد اللطيف، الماء لا يروي والنار لا تحرق والخبز لا يشبع إلا بأمر من يقول للشيء كن فيكون. أكتب إضافة للتوضيح. إن الخالق هو المسبب. قال تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وقال تعالى: وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا. صدق الله العظيم. وهكذا اقتطع الرمي والإضحاك والإبكاء والإماتة والإحياء عن أسبابها وأضافها إليه عز وجل. ثم ماذا يا أبتي؟ لا شيء، كفى كفى. إلى أين يا أبتي؟ سأذهب للصلاة. تبدو على غير عادتك الليلة. أمن عاداته تأخر هكذا؟ لا، إنها المرة الأولى. تأخر الشيخ لهذا الوقت يقلقني. لعله علم بحضورنا فكرر الهروب. إيه؟ ربما. سأذهب إلى داره للسؤال عنه. خذني معك. وأنا أيضا سآتي معكما. يجب أن لا نروع الرجل في داره، انتظر هنا حتى نأتي إليك بالخبر اليقين. هيا معي. أنامي، هذا ظلم يا رجل، هذا ظلم. أنامي الرحمة أيها الجندي. اخرس اخرس. لماذا تضربه هكذا؟ لأنه يرفض دفع المكوس ويدعي أنه لا يملك المال. أيكون الضرب عقابة؟ سلوا ما أنت إن شئت. الكلمات حقا لا تجلي. دع الرجل واذهب للملك الأشرف وأخبره بأن العز بن عبد السلام منعك عن ظلمك. ظلمي؟ ما الذي يحدث هنا؟ ما الذي يحدث هنا؟ ولماذا كل هذا الزحمة؟ هل هناك جارية تباع؟ أنا أشتري جارية. أين الجارية؟ أين؟ أبلغ بك الأمر أن تترك هذا وتعاقب هذا؟ ماذا تقول؟ يعاقبني أنا؟ لماذا؟ خذ منه هذا المنكر وأقم عليه الحد. لماذا تنظر إلي هكذا؟ افعل أيها الجندي ما أمرتك به قبل أن تحل اللعنة علينا كما حلت على من هم قبلنا. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. سيدي أنت هنا؟ نعم، كنا ننتظرك في الزاوية. الكلمات لا تجدي يا رشيد. قالها النبي صلى الله عليه وسلم: كلا، والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض
ثم ليلعننكم كما لعنهم. خذ هذا واجلده، أما هذا فاتركه. إني أنفذ أوامر سيدي، فأنا لا حول ولا قوة لي. إنك تعينه على الظلم، والله تعالى يقول: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. صدق الله العظيم. ويوم القيامة ينادي مناد: أين الظلمة وأعوانهم؟ فما يبقى أحد مد لهم حبرا أو حبر لهم دواة أو برى لهم قلما فما فوق ذلك إلا حضر معهم، فيجمعون في تابوت من نار فيلقون في جهنم. أمامي يا رجل، أمامي. انتظر انتظر أيها الجندي ولا تتعجل، فأنا معي رخصة بشرب الخمر. رخصة؟ من أعطاك إياها؟ لا تصدق، إنه مخمور. هيا أمامي، هيا يا عدو الله، حتى نقيم عليك حد الله. انتظر. أمامي. لا حول ولا قوة إلا بالله. رأيت صاحبك الذي تهابه؟ إنه يمشي في الطرقات ويمنع الناس أداء المكوس ويثيرهم ضد العسكر. نعم، وصلني الخبر. وهل وصلك أيضا أنه عين نفسه حاكما على دمشق؟ ماذا؟ حاكما على دمشق؟ إنه يأمر بجلد هذا ورجم هذا وقطع يد هذا. لقد أصبح الحاكم بين الناس. أما قريب سينتهي أمر ذلك الرجل. مرحبا مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرسلكما الملك الأشرف لي؟ لو كنت منجما لقلنا خاب ظنك. تفضل. ولدي عبد اللطيف. مرحبا. أتقوم بنسخ كتب أبيك؟ نعم. تفضل، فقد كنا نستعد لتناول طعام العشاء. لا بأس أن نشاركك طعامك. ما هذا؟ ألا يروق لك الخبز واللبن والتمر؟ ما الذي يجبرك على هذه الحياة البائسة يا شيخ؟ لا يجبرني عليها أحد، فقد اخترتها بإرادتي. تختار الفقر. قد يعصمك الفقر من العذاب. لماذا جئتما؟ لسؤال حيرنا. هل تسمح لي باقتناء هذا الكتاب؟ على الرحب والسعة. دعك من الكتاب الآن، وأخبر العزة بالسؤال الذي حيرنا ولم نجد له إجابة. ولماذا لا تخبره أنت؟ سأفعل. سؤالنا يتعلق بالقرآن أو كلام الله. القرآن كلام الله. كان الخليفة العباسي المأمون رحمه الله يؤمن بأن القرآن مخلوق، ويستدل على ذلك بقوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا. صدق الله العظيم، وكل ما جعله الله فقد خلقه. ولكن أحمد بن حنبل رحمه الله عارض هذا الرأي وقال: إن القرآن هو كلام الله وهو قديم أزلي. ورد على المأمون بقول الله عز وجل: فجعلهم كعصف مأكول.
وقال إن جعلهم لا يعني خلقهم، وبالتالي فإن قوله عز وجل إنا جعلناه قرآنا عربيا لا يعني إنا خلقناه. لماذا تريدان إحياء تلك المحنة بعدما دفنت في رمال التاريخ؟ إنها من العقيدة. المحنة؟ بل السؤال. سؤالك الذي هو امتحان لي. أقسم. لا تقسم، لا تقسم، سوف أجيبك وسأكتب إجابتي بخطي لو أردت. ليتك تفعل ذلك. إذا نعلم. لا لا، سأكتب لك رأيي في كلام الله، وهو الرأي الصحيح الذي ذهب إليه جمهور العلماء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي العزة والجلال والقدرة والكمال والإنعام والأفضال، الواحد الأحد الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يتجرأ على كتاب الله فيضيف ويحذف في سورة الإخلاص. نعم يا مولاي، كان يجب عليه أن يستشهد بسورة الإخلاص كما هي. أكمل. ليس بجسم مصور ولا بجوهر محدود مقدر، ولا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء، ولا تحيط به الجهات، ولا تكتنفه الأراضون ولا السماوات، كان قبل كون المكان. اختصر اختصر، فالملك الأشرف لا وقت لديه لسماع كلمات منظومة. خلق الخلق وأعمالهم، وقدر أرزاقهم وآجالهم، فكل نعمة منه فهي فضل، وكل نقمة منه فهي عدل. اذكر الخطأ الذي وقع فيه. رسالته كلها أخطاء. وأنت يا شيخ خليل، ما رأيك؟ ليس لدي رأي يا سيدي، ولا سوف ألزم داري، ولن أخرج منه إلا لأداء الصلاة. وما رأيكم أيها العلماء؟ اسمع، حي مريد سميع بصير عليم قدير متكلم بكلام قديم أزلي، هذا هو رأيي ورأي السلف الصالح. رأيه يقول رأيه في الله، هذا هو الكفر بعينه. السلطان أولى بالعفو والصفح. لا، لقد صح عندنا ما قالوا عنه، وهذا رجل كنا نعتقد أنه وحيد زمانه في الدين والعلم، بيد أن جهله قد ظهر. يا وزير. أمر مولاي. اذهب إلى العز بن عبد السلام وأبلغه أن الملك الأشرف موسى ابن الملك العادل يشترط عليك 3 شروط. أولها أن يلزم بيته، وثانيها ألا يفتي، وثالثها ألا يجتمع بأحد. أرضيتم بالباطل؟ انتصرتم للظلم؟ كلكم يعلم أن العز على حق، ومع ذلك سكتتم. ولما تكلم منكم من تكلم قال إن السلطان أولى بالعفو والصفح. ألم ترى غضبته وثورته؟ كلامك أوهم بالذنب. كيف؟ العفو والصفح لا يكونان إلا عن جرم، وابن عبد السلام لم يزد حرفا واحدا عما قاله السلف الصالح في العقيدة. ولماذا لم تتكلم أنت يا ابن الحاجب؟ أنساني الشيطان قول الله عز وجل، ولا تلبسوا الحق بالباطل
وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. كفى كفى يا ابن الحاشم كفى. انتظر. دعني وشأني دعني وشأني، فإني أريد أن أبوء بذنبي. لا بد أن نتفق على قول نذهب به إلى الملك الأشرف. لا بد أن الأمر جلل، وإلا ما أتيت إلي في مثل هذا الوقت. لا أدري ما أقول. أجئت لتقودني إلى السجن؟ لا. ماذا وراءك إذن؟ تكلم ولا تبالي. إني مجرد رسول من الملك الأشرف إليك. إذن أدي الرسالة كما قيلت لك. لقد قرأوا رسالتك على الملك الأشرف. رسالتي؟ تقصد إجابتي عن سؤالهم؟ ألم أقل إنه امتحان لي؟ أكمل أيها الوزير، ماذا حدث؟ أنت الذي أعنتهم على نفسك، لما لا تأتي مجلس الملك الأشرف؟ دعك من هذا وأخبرني بما ذكروا. قرأوا إجابتك وأوهموا الملك الأشرف أن هذا يخالف أهل السنة والجماعة. لا حول ولا قوة إلا بالله. إن الملك الأشرف موسى بن العادل شرط عليك 3 شروط، أولاها ألا تفتي، والثانية ألا تجتمع بأحد، والثالثة أن تلزم بيتك. اعلم أيها الوزير أن هذه الشروط من نعم الله الجزيلة علي، الموجبة للشكر لله تعالى على الدوام. أما الفتية فقد كنت والله متبرما بها وأكرهها، وأعتقد أن المفتي على شفير جهنم، ولولا أنني أعتقد أن الله تعالى أوجبها علي لتعينها علي في هذا الزمان لما كنت تلوثت بها. والآن قد عذرني الحق وسقط عني الوجوب وتخلصت ذمتي ولله الحمد. أما لزوم بيتي فمن سعادتي لتفرغي لعبادة الله، والسعيد من لزم بيته وبكى على خطيئته واشتغل بعبادة الله تعالى، وهذا تسليك من الحق وهدية من الله تعالى إلي، أجراها على يد السلطان وهو غضبان وأنا بها فرحان. والله والله لو كانت عندي خلعة تصلح لك على هذه الرسالة المتضمنة البشارة لخلعتها عليك. خذ خذ هذه السجادة، صلي عليها. ماذا تقول؟ أقول إن العز بن عبد السلام لو كان في الهند أو في أقصى الدنيا كان ينبغي للسلطان أن يسعى ليحل في بلاده لتتم بركته عليه وعلى البلاد ويفتخر به على سائر الملوك. ألم تقرأ رسالته؟ كل ما فيها صحيح، ولكنكم سبق تقوى النفس الفجور ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أجئت تعترف بالذنب أنت أيضا؟ أين الربيع ويوسف؟ لقد دون اعترافهما في هذه الرسالة. إذن
خذ ورقة وريشة واكتب. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، لقد وصلنا ما التمسه الفقيه ابن عبد السلام أصلحه الله من كشف الغمة وإزالة الفتنة، ونحن إذ نستغفر الله مما جرى فنستدرك الفارط في حقك. ما كنت أنتظر عفوا منه ولا صفحا. ماذا لو ذهبت إليه؟ المرء لا يذهب إلا لمن يحتاج إليه، فهل تراني في حاجة إلى الملك الأشرف؟ ذهابك إليه يا أبي قد يمنع الظلم عنك. لا حول ولا قوة إلا بالله، أنسيت يا عبد اللطيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك؟ الملك الأشرف يريد إجابتك. اكتب يا عبد اللطيف. بسم الله الرحمن الرحيم، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. أما بعد، فالحمد لله الذي جلت قدرته وعلت كلمته فقال لأحب خلقه إليه: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. صدق الله العظيم. وقد أنزل الله كتبه وأرسل رسله بنصائحه، فالسعيد من قبل نصائحه وحفظ وصاياه. هذا هو رد ابن عبد السلام؟ نعم. إنه يخاطبك وكأنك أحد العامة، يهزأ بك ويسخر من العلماء لولا ما شاهدوه من غضب السلطان، يقصد العلماء طبعا، لما أفتوا أولا إلا بما رجعوا إليه آخرا. هكذا تكون مخاطبة الملوك؟ والله لو جلست على هذا الكرسي لأمرت بقتله. اذهب الآن يا غرس. أمر مولاي. ماذا تخاف منه؟ لا شيء. إذن لماذا لا تأمر بقتله؟ لم يقترف إثما يقضي بالقتل، ثم إن العامة توقر. العامة؟ العامة؟ العامة لا يفكرون إلا في بطونهم، ولو أشبعتهم لحمدوا لك وأيدوك. إسماعيل اترك هذا الأمر. بل اتركه لي. لا، أتخاف العامة والدهماء إلى هذا الحد؟ إسماعيل أرجوك اتركني الآن وحدي.
لك ما شئت. إلى أين؟ إلى المسجد إن شاء الله. إلزم بيتك. سمعا وطاعة. هيا يا عبد اللطيف، أمامنا عمل شاق. ماذا حدث يا أبتي؟ لا تفكر فيما حدث، لا تبالي به، ولكن فكر فيما قد يحدث. هيا هيا ساعدني. أتنوا إخفاء الكتب؟ أخاف على العلم من الجهلاء. هيا قلت لك هيا ساعدني. من هؤلاء؟ إنهم أصحاب العز بن عبد السلام. آه. وقد جاءوا لرفع الظلم عنه. ظلم؟ أي ظلم هذا الذي تتحدث عنه؟ هكذا يقولون. اذهب اذهب واستدع الشيخ يوسف والشيخ ربيع. هيا. إنهما في مخدع الملك الأشرف. ومن أدخلهما المخدع؟ لقد أمره الطبيب بأن لا يغادر مخدعه إلا بأمره. الطبيب؟ أهو مريض؟ أجل. أنا آخر من يعلم